المشكلة حدث خطأ في الخادم في جوجل بلاي. العديد منا تواجههم هذه المشكلة عندما يقومون مثلا بالدخول إلى متجر جوجل أو جوجل بلاي، يقومون مثلا بالبحث أو ما شابه، تظهر لهم رسالة صغيرة تخبرهم أن هنالك خطأ في الخادم أو server error كما تعرفون باللغة الإنجليزية. في هذا الفيديو إخواني سأقترح عليكم ثلاث طرق لحل هذه المشكلة. إذن دون الإطالة عليكم إخواني لنبدأ الشرح. إذن أول طريقة إخواني لحل هذه المشكلة هي بالذهاب إلى أول شيء حذف البيانات أو الكاش والبيانات الخاصة بتطبيق بلاي ستور. ما الذي ستقوم به؟ ستذهب في الأعلى هنا وتنقر على علامة Settings، بعدها تذهب إلى الأسفل وتجد شيء اسمه Storage تنقر عليه، بعدها تنقر على Apps، بعد أن تنقر على أبس عزيزي المشاهد هنا تبحث على جوجل بلاي ستور، تنقر عليها بهذا الشكل، بعدها تنقر على كاش كلير كاش بهذا الشكل، وبعدها تخرج من هنا تعود إلى طبعا المكان الخاص بك في طبعا التطبيقات بهذا الشكل وتجرب إذا تم حل المشكلة أو لا. الطريقة الثانية إخواني لحل هذه المشكلة هي بعمل طبعا تحديث، عفوا بعمل إزالة كلية للتطبيق، تطبيق بلاي ستور يعني تقوم بإزالته كليا، تنقر عليه نقرة مطولة وتنقر على انستال يعني تقوم بعمل انستال للتطبيق يعني إزالته وإعادة تثبيته في هاتفك. الطريقة الثانية التي أنصحكم بالقيام بها هي بتحميل نسخة القديمة لبلاي ستور، مثلا تذهب إلى طبعا جوجل كروم بهذا الشكل كما قلنا، تذهب إلى جوجل كروم وتقوم بفتحه، بعد هنا تكتب في خانة البحث، في خانة البحث تكتب جوجل بلاي اولد فيرجن بهذا الشكل، وتقوم بالنقر على الخيار الثاني مثلا بهذا الشكل، ثم تقوم بالنقر على الخيار الأول. وكما تلاحظون هنا في الأسفل ستظهر لك العديد من التطبيقات الأولد فيرجن يعني النسخ القديمة لبلاي ستور، يمكنك الحصول عليها وتثبيتها في هاتفك. أنت تختار النسخة التي تريد والتي تتوافق مع جهاز الأندرويد الخاص بك وتقوم بتحميلها. بعد أن تنتهي من تحميل هذا التطبيق، تحميل هذه النسخة عفوا، تقوم بتثبيتها على هاتفك الأندرويد. بعد أن تكمل جميع الخطوات تجرب المشكلة إذا تم حلها أو لا، يعني تدخل إلى بلاي ستور. إذا بقيت معك المشكلة أنصحك بآخر طريقة وربما ستنفع معك وطبعا طريقة فعالة، تذهب إلى البلاي ستور وتقوم بفتحه بهذا الشكل، ثم تنقر على طبعا علامة البروفايل الخاصة بك، ثم تنقر على Help and Feedback بهذا الشكل، تنتظر قليلا يقودك إلى هذا المكان. هنا عزيزي المشاهد هناك في الأسفل ثلاث خيارات: Contact Us، Ask the Help Community، Send Feedback. ما الذي ستقوم به أنت؟ تقوم بالنقر على Send Feedback بهذا الشكل، ثم تنقر على Get Started، ثم تختار Report an Issue تنقر عليها. كما تلاحظون هنا تظهر العديد من الخيارات، هناك كما تلاحظون أنت ما الذي ستقوم به؟ تنقر على Other بهذا الشكل، بعدها هنا يقول لك Tell us how we can improve our product يعني تقوم ب يعني كتابة المشكلة التي تواجهك وتصف لهم المشكلة يعني تطلب منهم أن يتم حل هذه المشكلة. سأكتب الرسالة وسأعود إليك. كما تلاحظون أنهينا كتابة الرسالة. الرسالة هي كالتالي: Hi Google Play Team Support. When I open my Play Store app and I want to كما قلنا Play Store app and I want to search for apps, I receive a message tell me that the server error. Please help me to fix this problem very soon. Thanks Team Google Play. يعني أنت يمكنك كتابة الرسالة كما تريد أو كما تعرف، لكن لا تخرج عن نطاق المشكلة، يعني لابد أن يعني تذكر لهم المشكلة وهي مشكلة الخادم. إذا أردت أن تكتبها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية كما تشاء، المهم أن تذكر المشكلة وأن تطلب منهم أن يقوموا بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. بعد أن تكمل جميع هذه الخطوات عزيزي المشاهد، تنقر على علامة ساند هنا أو علامة الإرسال،
وبعدها سيتم إرسال رسالتك إلى فريق دعم يعني بلاي ستور، أو هنا كما تلاحظون يقودك إلى يعني مكان آخر، وهو إن أردت أن تقوم بإضافة صورة أو ما شابه هايلايتس، يعني تقوم بتحديد عناصر أو ما شابه. إذا لم تريد تقوم بالنقر على كونتينوي بهذا الشكل، بعدها تنقر ماي وي إيميل يو فور مور انفورميشن، إذا أردت مثلا إضافة إيميل لكي يتم إرسال لك رسالة، يعني إذا أردت تنقر على يس، ثم بهذا الشكل يتم إرسال الرسالة الخاصة بك، وسيتم إعلامك في أقرب وقت ممكن حول المشكلة، وسيتم حلها إذا تطلب ذلك. إذن هذه يا إخواني طريقة حل مشكلة الخادم في البلاي ستور أو في جوجل بلاي. أتمنى أن تكون الطريقة مفهومة والشرح. أيضا أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.